إلى حد الآن وقعت ما يصاد وقعت مصادرة ما يعادل 2700 مليون دينار، منهم 700 بالعملة الصعبة، 54% من الناتج القومي الخام يتداول بصفة موازية على الاقتصاد القانوني أو الشرعي. داكوردو، من طبيعة الأشياء إذا كان ولت الأمور بالهمية هذه أنه الناس من الوهذا يحاولوا يحتمي بالسياسيين. دخل مثلا شفيق شرعي شنو هو؟ على كل حال لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه اليوم. سمحني، ثم جزء من النواب محطوطين على الواحد وتتداول أسوأهم في وقت التواصل الاجتماعي في الإذاعة. إيه هذا معروف منظر، هذا معروف. سمحني، لا فما سياسيين زادة مش نواب. Radio Mega.